الرفيق جورج مافريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات، الرفاق والرفيقات، المناضلون والمناضلات في الاتحاد العالمي للنقابات، يشرفني باسم الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أن أشارككم الذكرى 75 لتأسيس الاتحاد العالمي للنقابات، وأن أتقدم منكم بأحر التهاني وخالص التقدير لمسيرة النضال بشرف وكرامة على مدى 75 عاما من الكفاح من أجل الحرية والكرامة الإنسانية ودفاعا عن الطبقة العمالية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أحيي النضال المشترك والوفاء المتبادل الذي أرسته العلاقات الوثيقة والمميزة بين الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منذ قيامه على أسس الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف الميادين، ولعل أبرزها الانتصار لقيام العدالة والحرية في مواجهة الاستبداد والتسلط والهيمنة التي تخوضها الصهيونية والإمبريالية العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، خصوصا فيما ينال القضية الفلسطينية من احتلال وعدوان وانتهاك للكرامة الإنسانية، وكذلك التصدي للإمبريالية العالمية والنظام العالمي الجديد والرأسمالية المتوحشة وسياسات البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية. ومن أبرز هذا التعاون تأسيس اللجنة النقابية الدولية لنصرة عمال وشعب فلسطين، وأيضا تأسيس الملتقى النقابي الدولي حول العولمة الاقتصادية، كما الإعلان عن التحالف النقابي على محاربة كل أشكال الاستغلال والحد من تحويل العمل إلى مجرد سلعة واستعادة كرامة العمال. إنها عينة من ثمار العلاقات الثنائية الطيبة بين اتحادينا ووجها مشرقا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والحوار البناء والرغبة الصادقة للنضال المشترك خدمة للأهداف النبيلة التي يلتقي عليها الاتحادان، والذي أرسط علاقة متينة امتدت لعقود ولتستمر عقود مديدة على دروب النضال. التحية والتقدير إلى الرفيق المناضل الأمين العام جورج مافريكوس وللرفاق والرفيقات في الاتحاد العالمي للنقابات، نعم باعتزاز هنيئا لكم 75 عاما من النضال بشرف وكرامة. عاش تعاون الاتحاد العالمي والاتحاد الدولي للعمال العرب، عاشت الوحدة العمالية، عاش الاتحاد العالمي للنقابات.